بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، طلاب بريب 2، أهلا بيكم مع حصة جديدة من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. كالعادة يا أولاد، كل اللينكات بتاعت الفيديوهات كلها موجودة تحت الفيديو ده. تقدر تفتح قائمة الفيديوهات بالكامل، لازم تضغط على قائمة الفيديو عشان توصل لك كل الفيديوهات. طبعا احنا خلصنا كده إن شاء الله النهاردة هنكون خلصنا يونت 2، هيبقى ناقصنا درسين بالظبط في يونت 3، هنخلصهم إن شاء الله ونبتدي نحل امتحانات وهنعمل مع بعض حصص بث مباشر، نشوف مستواكم فيها ونشوف طبعا الناس عامله ايه في حل الامتحانات بقى، وان شاء الله تكون شاطره وتجيب درجات عاليه في الساينس باذن الله الترم الاول. درسنا النهارده هنتكلم فيه عن سكند بارت اللي هو يا اولاد الجلوبال وارمنج. كنا اتكلمنا الحصه اللي فاتت بارت 1 عن الايروجن اوف اوزون لاير. لا، المره دي بقى يا مستر هنتكلم عن الجزء الثاني من الليسون بتاعنا اللي هو الجلوبال وارمنج فينومينا. يعني ايه يا مستر الجلوبال وارمنج؟ يعني يا اولاد حاجه اسمها الاحتباس الحراري، يعني الحراره اتحبست في الارض زي ما انتم شايفين في الصوره دي كده، شايفين كده هيت اوف سان، تمام، او الانفرا ريد ريز تحديدا. الانفرا ريد ريز انا عارف ليه دلوقتي حصل لها ايه، حصل لها ترابد ان ايه، ان ايرث اتموسفير، يعني حصل لها احتباس او اتحبست يعني او اتحصرت في جو الارض. طبعا فحصل ايه يا اولاد؟ انكريس ان ذا تمبريتشر اوف ايرث، يعني حصل ارتفاع في درجه حراره الارض. بيسموا بقى الفينومينا دي باسم ايه؟ جلوبال وارمنج. وات از مينت باي جلوبال وارمنج؟ طبعا it continuous increase in the average temperature of earth، يعني ارتفاع مستمر في درجة حرارة الأرض. اتفقنا كده؟ definition مهم بيتكرر كتير scientific term، يبقى ده معناه ايه يا ولاد؟ الجلوبال وارمنج phenomenon. تقول يا مستر طب ايه اللي بيخلي الحرارة تتحبس، يعني يحصلها trapped inside earth's atmosphere، يعني اتحبست ليه؟ طبعا يا ولاد due to the presence of greenhouse gases، يعني في gases كده في الجو في الاتموسفير بتاع الايرث بيسموه باسم الجرين هاوس. بيسموه باسم الجرين هاوس. جت الفكره منين؟ من فكره يعني اشمعنى جرين هاوس يعني يا مستر؟ عارفين الصوبه الزراعيه تبقى في الاراضي الزراعيه تلاقي بيها في صوبه كده موجوده، تمام، ويزرعوا فيها المحاصيل بتاعه الصيف في الشتاء، يعني الجو بره برد بس يحبسوا الحراره جوه، تمام، بالصوبه دي بيسموها باسم الجرين هاوس دي كده، عشان يعني اكنهم بيضحكوا على البلانتس ويقولوا لهم يعني اكنكم في الصيف انا حبسنا لكم الحراره جوه. فعشان كده جت من هنا ان الجاسس دي سموها باسم ايه؟ الجرين هاوس جاس. تمام كده فهمنا جت ازاي؟ طب مين هم يا مستر؟ هم 5 جاسس يا ولاد، اللي هم الكربون دايكسايد جاس، تاني حاجه طبعا ده الكبير بتاعهم او الزعيم بتاعهم، اكتر حاجه عامله جلوبال وارمنج ان ايرث بلانيت هو مين؟ الكربون دايكسايد جاس. طيب ايه كمان؟ يجي وراه الكلوروفلوروكربون كومباوندز اللي هم فاكرينهم بتوع الحصه اللي فاتت الايروجن، اللي هم السي اف سي كومباوند. يعني انتوا يا كلوروفلوروكربون يعني عاملين مشاكل للاوزون لاير وعاملين مشاكل كمان للايرث بلانيت كامل. ليه؟ انتوا عاملين جلوبال وارمنج للايرث بلانيت، عاملين انكريس ان ذا تمبريتشر اوف ايرث بلانيت. طيب يبقى معنى كده ايه؟ يبقى اول حاجه يا ولاد يبقى مين هم الجرين هاوس جاسز؟ كربون دايكسايد، كلوروفلوروكربون، نمبر 3 ميثان جاس اللي هو رمزه سي اتش 4 يا ولاد. طبعا ده برضو الوجود بتاعه او يعني وجوده في الايرث بلانيت يعمل انكريس او يعمل جرين هاوس افكت، اللي هما لان هو طبعا من الجرين هاوس جاسز كده. نمبر 3، نمبر 4 النيتروس اوكسايدز اللي هو رمزها N2O، برضو دوت من الجاسز اللي بتعمل جلوبال وارمنج. نمبر 4 نمبر 5 الووتر فيبر H2O، طبعا كلنا عارفينه ووتر فيبر ده يا مستر برضو من الجاسز اللي هما الجرين هاوس جاس. يبقى لو جالك في الامتحان from greenhouse gases طبعا هتقول له مين؟ كربون دايكسايد. نمبر 2 كلوروفلوروكربون اللي هم السي اف سي كومباوندز. نمبر طبعا 3 ميثان جاس والنيتروس اوكسايد والووتر فيبر، لازم نحفظهم يا ولاد ونكون عارفينهم كويس جدا. طب يا مستر هو ايه اللي خلى الكربون دايكسايد يعني يزيد في الجو، يعني هو ايه السبب؟ The reasons طبعا of increasing CO2 in earth، ايه سبب زياده الكربون دايكسايد؟ نمبر 1 fossil fuel burning اللي هو يا ولاد حرق الوقود اللي هو زي الكول طبعا والناتشرال جاس الفحم والغاز الطبيعي. نمبر 2 cutting trees، التري اللي بتاخد المفروض الاكسجين سوري اللي بتاخد الكربون دايكسيد وتطلع لنا الاكسجين، لا المره دي احنا قطعناها فطبعا بقت الريشيو بتاعت الكربون دايكسيد حصل لها يا ولاد increasing. نمبر 3 الفورست فاير زي ما انتم شايفين في الصوره دي كده، من الحراره الشديده ممكن يحصل فاير طبعا في او الفايرز فين؟ في الفورست في الغابات طبعا، وده بيعمل ايه؟ increasing in the carbon dioxide gas ratio in a atmosphere.
give reason occurrence of greenhouse effect. ليه يا مستر بتحصل الجرين هاوس افكت؟ يعني هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ماشي يا مستر، الفايف جاسز دول موجودين، اللي هم الجرين هاوس جاسز دول موجودين؟ اه موجودين يا مستر. هيعملوا ايه يعني؟ تعالوا نشوف. ليه يا ولاد occurrence of greenhouse effect؟ طبعا because greenhouse gases allow sun rays to pass to earth. ماشي، الغازات دي تدخل حرارة الشمس. ماشي اتفضل يخش جوه مفيش مشكلة، الارث بلانت. المشكلة بقى وهي خارجة يا ولاد، بص كده. And prevent them to return back again، تمنعهم اللي هم يرجعوا تاني. تيجي ترجع الهيت اوف صن دي بالليل مثلا، او تحاول ترجع تاني من الارث بلانت، تقابل بقى مين اللي هم الجرين هاوس جاسز دي في السكة كده، تمنعها. يعني يعمل ايه يا ولاد؟ تعمل حاجة اسمها trapped، يعني احتباس او محاصر، تتحاصر يعني. طب what is meant by greenhouse effect؟ الظاهرة دي بقى ايه تعريفها؟ تعالوا نشوف. It is a trapping of infrared radiation in the troposphere layer. تاني كده. Trapping of infrared radiation in troposphere layer. يعني حبس ال infrared بالذات يا ولاد من الصن. احنا عارفين طبعا ان في infrared وفي الالترا فايولت. احنا بقى مين يخصنا في موضوع الهيت بالذات؟ ال infrared radiation. عرفنا احنا خلاص سكة الالترا فايولت وبتعمل ايه في الهيومن وفي الامفيبيانس، الدرس اللي فات راجعوه. لكن المرة دي ال infrared هتعمل ايه بقى؟ لو اتحبست حصل لها trapping in the troposphere layer due to the increase of the ratio of greenhouse gases، نتيجة زيادة النسبة بتاعت greenhouse gases طبعا، which cause the increase in planet earth temperature، يعني هتزيد طبعا درجة حرارة كوكب الأرض. تاني كده، what is meant by greenhouse effect. يعني ايه يا مستر greenhouse effect؟ تاني كده بالراحة، حاول تقسمها عشان تعرف تحفظها يا ولاد. It is a trapping of infrared radiation in the troposphere layer، يعني احتباس الحرارة الانفراريد راديشن تحديدا فين؟ في التروبوسفير لاير اللي احنا موجودين فيها، اللي احنا عايشين فيها. ليه يا مستر اتحبست؟ اكنك بتجاوب على نفسك، بتجاوب على نفسك. بص كده، due to the increase of the ratio of greenhouse gas which causes an increase in the temperature of earth planet، اللي هتزود ارتفاع او هتعمل ارتفاع حرارة كوكب الارض يا ولاد. طب يلا بقى نشوف مع بعض كده اللي انا لسه قايلها من شويه. الالترافايولت راديشن هاز كيميكال افكت. يعني ايه يا مستر كيميكال افكت؟ يعني هي تعمل سكين كانسر، تعمل سبويل ايجز، تعمل ابسيت للفوتوسينثيس بروسيس، صح ولا لا؟ لكن الانفراريد طبعا ده اللي خدناه المره اللي فاتت، لكن الانفراريد راديشن لا لا، دي بقى ليها ثيرمال افكت، هي دي اللي بتعمل الجلوبال وارمنج. يبقى لو جالك في الامتحان تيجي في كومبليت كتير، ultraviolet radiation has a space effect، هتروح انت قايل لي chemical، while infrared radiation has a space effect، هتقول له ايه؟ thermal effect. طيب the negative effect of global warming phenomena. يا مستر طب هو ايه المشكله يا مستر يعني لما الحراره تزيد ونعيش كده في الجو دافي كده وما يبقاش برد ولا حاجه؟ استنى بس، تعال نشوف كده مع بعض النيجاتيف effect وانت تعرف ايه المشكله. لما الحراره تزيد هيحصل حاجه اسمها melting of ice of two poles. تاني كده، melting of ice of two poles، يعني هيحصل يعني انصهار للتلج يا ولاد اللي موجود عند التو بولز اللي هم القطبين. طب ما ينصهر يا مستر التلج واحنا هيحصل لنا ايه يعني؟ تعالوا نشوف. طبعا ده causes ايه بقى يا ولاد؟ increase in the sea level، هيزيد مستوى البحر، مستوى المياه بتاعت البحر بترتفع، لان انت حولت الايس ده كله لمين؟ لووتر. طب ايه اللي يحصل؟ when the sea level increase causes what؟ coastal areas drawn او drawn of coastal areas، يعني غرق المدن الساحليه. مدن ساحليه بقى تروح طبعا الميه تعلى عليها فطبعا تحصل لها غرق. طب نمبر 2، الجماعه دول اللي عايشين دول اللي هو البولار بير دول يا ولاد يحصل لهم ايه؟ extinction، انقراض. يبقى extinction of some animals of polar animals like polar bear and seals، يحصل لهم انقراض طبعا، عمال يدور على التلج اللي هو كان قاعد عليها اهوت مش لاقيها، فطبعا اهو شايفين اهو انصهرت اهو، وقع بيها اهو زي ما انتم شايفين هنا. يبقى ده يا ولاد حصل ايه؟ مشكله بسبب مين؟ الجلوبال وارمنج، مش دي الحراره المفروض تكون موجوده. فحصل ايه؟ melting of ice at the two poles. طب غير كده يا مستر في ايه؟ نمبر 2 يا ولاد، ايه اللي ممكن يحصل كمان غير الميلتنج اوف ايس ات ذا تو بولز؟ نمبر 2، سيفير كلايماتيك تشينجز. يعني ايه يا مستر؟ يعني يحصل يا ولاد تغيرات مناخيه عنيفه، كلمه سيفير يعني عنيفه قويه جدا. ازاي؟ زي مثلا طبعا هوريكينز such as hurricane of katrina، يعني اعصار زي اعصار كاترينا اللي حصل قبل كده، تمام يا ولاد. نمبر 2، ممكن يحصل فلودز، فيضانات زي ما انتم شايفين في الصوره دي كده.
نمبر 3 ممكن يحصل دروت ويفز، يعني جفاف الارض، الارض تنشف تمام بسبب طبعا تغيرات المناخ اللي حصلت طبعا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. نمبر 4 فورست فايرز، طبعا اللي هي حرائق الغابات زي ما احنا شفناها قبل كده. طبعا كل الكلام ده يحصل نتيجه ايه يا اولاد؟ نتيجه طبعا الجلوبال وارمنج فينومينا وانكريزنج ذا تمبريتشر اوف ايرث بلانيت تمام. خدنا اللي هي طبعا ميلتنج اوف سنو ات ذا تو بولز، نمبر 2 سيفير كلايماتيك تشينجز، وعرفنا مين هم الاكزامبلز بتاعتها. بكده خلصنا الليسون بتاعنا، يا رب نكون فهمناه. كده خلصنا يونت 2 بالكامل، خلصنا الاتموسفيريك لايرز، وخلصنا الايروجن اوف اوزون لاير اند جلوبال وارمنج فينومينا. نيكست وي ويل توك اباوت يونت 3 فوسيلز اند اكستنكشن. With my best wishes Mr. Sharif Elhawari. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.